السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله بخير، طمنوني عنكم. يسعد لي هالمساء. طبعا اليوم جاي هيك نظرة على عصافير. اليوم عم بطلع، طبعا ما حط لها شوية خضار بالأسبوع مرة أو مرتين حسب الجو. الجو بارد والتين ما بقطعه، التين موجود دائما. في عندي طيور عم بلشت يعني تجهز، بس ما أريدها تجهز بهالوقت لأنه الجو بارد. معلش خلي تطول شوي. نقدم لك كل شيء، اكل، فيتامينات، ما بنقصر. الاوضاع كويسه الحمد لله بهالغرفه. هاي الغرفه القديمه، اللي كان متابعنا من اول الفيديوهات اكيد راح يعرف، اللي كان معنا اكيد راح يعرف هالغرفه اول ما بلشنا فيها. والحمد لله انتاجها كان السنه كويس وماشي الحال، الحمد لله على كل حال. طبعا عندي انا هذا، ما بعرف اذا حدا راح يعرفه او لا. هذا عرف لي البزر، ايش نوع البزر هذا. طبعا في بينه خضار. طبعا هذا هلا بالبرد اقدم له اياه، كثير مفيد، كثير مفيد للانتاج، كثير مفيد للبيض، للامراض. طبعا هذا كل يوم عم فضلي منه شوي للعصافير بشكل عام، يعني عم ياكلوا منه. فإذا حدا عرف إيش هو خبرني بالتعليقات أو خبرني بالكتابة بالتعليق، أشوف حدا رح يعرف منكم إيش هالبزر هذا، نوعية البزر. بعدين رح أخبركم بفيديو الثاني إن شاء الله نوعية البزر هذا، شو نوع البزر هذا. أكيد العالم رح تعرفه من الخضار اللي حواليه، اللون الأخضر العشب تبعه. أتمنى لكم توفيق، واللي متابعنا وحط بالسلاكة يا ريت يعطينا المعلومات اللي عنده. أموره إن شاء الله بخير وظابطة يا رب. السلام عليكم يا شباب.